جدا فيدمر لك حياتك. فاللي هو وانا شخص مؤمن بان يعني في حاجات مرتبط بيك عاطفيا يعني ست انت مرتبط في حد تاني يقول هو مرتبط بيك وفي ما بينكم قصه عظيمه فده سبب لك مشاكل وينشرها عندك ما بينك وما بين زمايلك وفي شغلك وفي بيتك ويروحوا لاهلك. فاللي هو قشطه انا عيل وشاب وبعمل كل وعملنا كل الحاجات بس عندنا كده احنا اتربينا ان في حدود في مساحه ان هينفع ما ينفعش تعاكس بنت منطقتك في عندنا حبه حاجات كده ما ينفعش اخوك داخل واحد صاحبك داخل مع اخته ما ينفعش تبص لها مش معنى كده انت بتدعي الفضيله ولكن في قواعد عامه اتربينا عليها. فدي حاجات علمتني اللي هو وانت ناس فتح لها بيتك صحاب كتير يبقوا معاك مثلا انت ممكن تعمل خير ليك واللي حواليك فتلاقي حد مش بيلدعك بهمه ان انت تمشي اصلا من المكان من الشغل كل حاجه يعني انا بكلمك على ايام الدراسه والمسرح والمعهد لكن قريب بدون ذكر اسماء في مسلسل بنعمله وانا ماضي المسلسل وكل الناس عارفه المسلسل ايه احداثه مفيش ورق كامل بس فيه تريتمنت فمعروف الشخصيه بتاعت اللي انا بلعبها بتقفل فين في وسط ناس كتير اساتذه ونجوم كل واحد ليه كيانه لقيت ناس كتير يعني مش عايز اقول انا بالنسبه لهم عيل صغير يعني حاطه دماغها بدماغي فاللي هو يا اساتذه يا نجوم يا كبار احنا بنعمل لعبه كل واحد ليه دوره فما ينفعش ابقى انا كل همي ان انا ازاي ابوظ دعائي بدل ما اركز في يعني انا احب اركز في صفحتي الاول قبل ما اركز في صفحه غيري طبعا بس والمفروض اما اركز في صفحه غيري في مثلا في التمثيل للاسف في فنانين كبار كتير بيشوفوا انه عاشوا وقت طويل قوي علشان يحققوا ده وفي فنانين وين يمكن انت واحد منهم مش سنين طويله لكن حققته كتير والله يعني انا لسه ببدا انا لسه تحت بس تحت انت الصفحة. موجود الحمد لله انا وغيري كتير بس دي طبيعه الدنيا بس ده بيتعبهم بس انا عايز بس ما هو الحياه عايزه كبير وصغير انا شايف ان احنا عندنا ازمه كبيره في الجيل الكبير مثلا لما قعدوا يقولوا استاذ بيومي فؤاد و على فكره ما هو انت محتاج حد احنا دلوقتي عندنا ازمه كبيره في السن ده كان عندنا من 5 سنين ازمه في الشباب دلوقتي بقى في شباب كتير عندنا ازمه دلوقتي في السن الكبير عشان من بدري ما فيش افراز اجيال في كل المجالات في المذيعين في المؤلفين في المخرجين في الممثلين فلو حد شايف بالعين دي هي دي سنه الحياه والفن ما فيهوش اعتزال الفن فيه استمرار ايا كان ايه قدرك ازيك ازوني شويه بس يعني بقعد اقول يعني انا في الحاجات اللي شبه كده بقعد اقول الحمد لله يعني برضه ما بقاش ليه دعوه بروح اذاكر في حتتي طيب مش هنطول في الاسود اكتر من كده هنخرجك من حياتك ونروح حياه حد تاني